اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية خلال جلسات الأسبوع. بورصة أبو ظبي ودبي يشهدان تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 3 مليارات و700 مليون درهم منذ بداية العام. تباين في أسعار السلع العالمية والنفط دون 84 دولارا للبرميل الواحد. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأحييكم أنا رنا العويضة في حلقة الحصاد الأسبوعي من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض فيها مع حضراتكم أداء أسواق المال العربية والتي انخفضت أغلب مؤشراتها خلال جلسات الأسبوع، ذلك وسط عودة بورصة مصر للارتفاع. معنا أيضا مزيد من الأخبار والتحليلات الاقتصادية للأسواق والسلع العالمية. نبدأ من تعاملات اليوم في أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 2%، ذلك عند مستوى 9041 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 963 مليون درهم. ومن أصل 72 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبالتالي بقيت 28 شركة على ثبات. على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم الوثبة الوطنية للتأمين بنسبة 10.58% كما نرى، ليغلق عند 5.75 دراهم. بينما ارتفع سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 8.89% ليغلق بالتالي عند 1.96 درهم. أيضا أغلق سهم غذاء القبضة مرتفعا بنسبة 4.59% ليغلق بالتالي عند 38.70 درهم. بينما انخفض سهم شركة فولتكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 8.15% ليغلق عند 1.24 درهم كما نرى. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام على انخفاض بنسبة 43%، ذلك عند مستوى 4068 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 406 ملايين درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبالتالي بقيت 9 شركات أخرى على ثبات. ارتفع سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة بلغت 15% ليغلق بالتالي عند 23 درهم كما نرى. كما ارتفع سهم شركة أرامكس بنسبة 7.84% ليغلق بالتالي عند 2.75. أيضا ارتفع سهم شركة وطنية انترناشونال القبضة بنسبة 4.42% ليغلق عند 59 فلسا، بينما أغلق سهم شركة أجلتي للمخازن العمومية منخفضا بنسبة بلغت 9.95، ذلك عند 7.33 دراهم. ننتقل الآن مشاهدينا للحصاد الأسبوعي. فعلى مستوى الأداء العام لأسواق المال العربية، سيطر اللون الأحمر على أغلب مؤشراتها خلال جلسات الأسبوع. سجل المؤشر الرئيسي للسوق المصرية EGX30 خلال الأسبوع ارتفاعا، ذلك كان بنسبة 66% كما نرى. أما من دولة الإمارات فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي الأسبوع على انخفاض بنسبة 54% كما نرى على الشاشة. كما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع تعاملات الأسبوع على انخفاض أيضا بنسبة بلغت 2.48% كما نرى. فيما أغلق المؤشر العام للسوق السعودية تاسيا الأسبوع منخفضا بنسبة 33%.
بينما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.16%. على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 129 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 3,700,000,000 درهم، ذلك على عدد يتجاوز 1,000,000,000 سهم منذ بداية العام الجاري، ذلك وفق رصد لوكالة أنباء الإمارات وام استنادا إلى بيانات الأسواق. شهد سوق أبو ظبي الأوراق المالية تنفيذ 52 صفقة كبيرة بقيمة 1,950,000,000 درهم، بينما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 77 صفقة كبيرة بقيمة إجمالية ناهزت 1,700,000,000 درهم. مشاهدينا الأعزاء، نستعرض في الإنفوغراف التالي أبرز هذه الصفقات ثم نعود مرة أخرى. أعلنت مبادلة للاستثمار، مبادلة شركة الاستثمار السيادية في أبو ظبي، عن النتائج المالية للمجموعة للعام الماضي. نجحت الشركة في تعزيز محفظتها الاستثمارية، حيث وصلت قيمة أصولها إلى أكثر من 1,100,000,000,000 درهم، ذلك بالمقارنة مع ما يزيد على 1,000,000,000,000 درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 9.45%، ذلك في عام شهد تضخما عالميا مستمرا وتحديات عديدة أثرت بالتالي على استمرار سلاسل الإمداد في أماكن مختلفة من العالم. على مستوى دولة الإمارات، قامت مبادلة بتأسيس شركتين جديدتين مع شركة G42 المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومقرها أبو ظبي، ذلك ضمن استثماراتها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية المتنامي مع G42. قامت مبادلة بتأسيس M42 وهي شركة رعاية صحية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي بالطبع تعد الأولى من نوعها. وساهمت مبادلة G42 باعتبارهما شريكين مؤسسين في تأسيس شركة MGX في أبو ظبي، وهي شركة استثمارية شاملة، ذلك لتسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. قال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، إن الشركة لديها خططا للاستحواذ على بعض الشركات، بالإضافة للتخارج من شركات بالمحفظة المالية والعقارية والصناعية أيضا، مشيرا إلى انتهاء التقييمات بهذا الخصوص. أضاف خالد بن كلبان في مقابلة مع قناة CNBC
إن مجلس الإدارة ينظر إلى أي من الشركات يمكن التخارج منها، ذلك عبر البيع أو عبر طرح عام أولي، متوقعا إمكانية طرح شركة واحدة على الأقل بسوق دبي، ذلك قبل نهاية العام الحالي. أما على مستوى السلع فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، ذلك ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 83 دولارا وأيضا 23 سنتا للبرميل الواحد، ذلك رغم التراجع الطفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ 3 أسابيع بفضل مؤشرات تحسن الطلب العالمي، فضلا بالطبع عن تباطؤ الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 24%، ذلك عند 2391 دولارا للأوقية. كما نرى تتجه أسعار الذهب بالتالي لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تفاؤل جميع المستثمرين بشأن احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام في خطوة من شأنها بالطبع تعزيز أسعار المعادن النفيسة. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.15% لتظل بالتالي فوق مستوى 66,000 دولار. تواصل البيتكوين ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة بدعم من تصاعد توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، ذلك خلال النصف الثاني من هذا العام بعد تباطؤ المعدل السنوي للتضخم. أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل مع ضيف أرقام وأسواق الأستاذ عبد الله فراج رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، ذلك لتحليل مؤشرات الأسواق العربية. انتظرونا. We'll be right back.
عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا وأرقام وأسواق مع ضيفي العزيز الأستاذ عبد الله فراج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. برحب بحضرتك على قناة أهلاً بحضرتك. نورني يا فندم. في البداية خليني أتكلم مع حضرتك عن تحليل مؤشر رئيسي لبورصة مصر EGX 30. ما تحليل حضرتك للأداء؟ وهي طبعا الاي جي اكس 30 عشان هناخدها الاول الصوره الكبيره وبعدين نبدا نصغر لحد ما نخش على الوضع الحالي. على الصوره الكبيره احنا شفنا اتجاه هابط جدا، او نقدر نقول دخلنا اتجاه هابط من ساعه ما عملنا القمه عند ال 34500، واحنا مستمرين في الاتجاه الهابط لحد دلوقتي. يعني حتى هذه اللحظه احنا لسه في اتجاه هابط، لسه اللي مسيطر القوه البيعيه. طيب نخش على الحته الصغيره اللي احنا شغالين فيها حاليا، نقدر نقول ان الاي جي اكس 30 بيشوف عمليه ارتداد او بنشوف حركه ارتداد الاعلى. هل ده ممكن يحصل في الاتجاه الهابط مع سيطره القوه البيعيه؟ فعلا ممكن يحصل، لكن نقدر نقول بيستغل ازاي، او نقدر نقول فتره تصحيحيه ويعاود الهبوط مره ثانيه الى الان. هل ممكن يغير اتجاهه وندخل اتجاه صاعد؟ طبعا ممكن يحصل، بس ده عشان يحصل لازم نتاكد الاول ونبدا نخترق مقاومات عشان خاطر نبدا نتاكد ان احنا دخلنا او غيرنا الاتجاه الهابط ودخلنا في اتجاه صاعد، ونبدا نتكلم عن القمم التاريخيه اللي احنا عملناها او القمه التاريخيه اللي عملناها قبل كده عند ال 34500. ما قبل ذلك احنا ما زلنا في اتجاه هابط بنشوف ارتداده بنستغلها. نعم، احنا بنتكلم كده على المدى المتوسط. على المدى المتوسط بعد كده دلوقتي احنا بنتكلم بقى على المدى القصير. على المدى القصير الوضع بيكون عامل ازاي؟ على المدى القصير نقدر نقول ان الاي جي اكس 30 بيشوف ارتداده، مش اول ارتداده، ارتدادات بتحصل اثناء الاتجاه الهابط، نقدر نقول فترات تصحيحيه. نعم. منها اللي بيحصل بفتره صغيره ومنها اللي بيحصل بفتره كبيره. المتوقع ان التصحيحه اللي احنا داخلين عليها، وبناكد على كلمه تصحيحه، يعني ارتداده لفوق بالظبط، وبعدين نرجع ننزل تاني، دي بتكون ان شاء الله تكون تصحيحه قويه مش اكتر من كده، الى ان يثبت العكس، لكن لحد دلوقتي احنا لسه تحت بند التصحيح. إذن خلينا أسأل حضرتك السؤال القادم، هل تنصح أو تفضل يعني المستثمرين أن هم يشتروا في أسهم مؤشر حاليا، أم الأفضل الانتظار بعد تقفيل يعني السنة المالية وانتهاء طبعا أجازة عيد الأضحى المبارك؟ كل عام وحضرتك بخير. حضرتك بالصحة والسلامة. طيب عشان نوضح السؤال ده سؤال مهم جدا، دي طريقة الشغل اللي بنشتغلها، إزاي بنشتغل في الارتدادات أو في التصحيحات اللي إحنا بنتكلم عليها. في الاتجاه الصاعد إحنا بنشتغل بنقدر نقول بالقدرة القصوى للمحفظة المالية بتاعتنا، بمعنى بنشتغل اللي بيشتغل بالمارجن يقدر يشتغل مارجن، او يقدر ياخد تسهيلات ائتمانيه ويقدر يشتغل بفوق طاقه محفظته. ليه؟ الاتجاه الصاعد بيحميه، القوه الشرائيه اللي موجوده في الاتجاه الصاعد بتحميه، وحتى لو شاف هبوط بيكون هبوط بسيط وبعد كده بنرجع نعاود الصعود مره ثانيه. ده في الاتجاه الصاعد. طب احنا دلوقتي في الاتجاه الهابط الوضع بيكون عامل ازاي؟ الوضع بيكون معاكس تماما، بنشتغل بالحد الاقصى للمجازف، بيشتغل بكامل راس المال، لكن لكن الوضع الطبيعي احنا بنشتغل بجزء من راس المال في الارتدادات التصحيحيه اللي احنا بنشوفها، بنسميها عمليه متجره. طبعا الفتره الزمنيه برضو بتختلف من الاتجاه الصاعد للاتجاه الهابط. في الاتجاه الصاعد احنا في الاساس بتاعنا بتبقى المحفظه الاساس فيها ان احنا يكون معانا اسهم مش كاش، الحاجات البسيطه الكاش، لكن في الاتجاه الهابط العكس، الاساس بتاعنا هو الكاش، لكن الاستثناء ان احنا يكون معانا اسهم، وبتكون مع لفتره محدوده وعلى مستهدفات معينه، ونرجع تاني نرجع نشتغل او ممكن نشوف فيها هبوط، لان البيع ممكن يظهر في اي لحظه. احنا حاليا متفائلين وشايفين الاتجاه ممكن يطلع، لكن البيع ممكن يظهر في اي وقت. فعشان كده بنقول او بناكد احنا اي نعم بنستغل الصعود الحالي او الارتدادات التصحيحيه الحاليه، نقدر نقول بعمليات متجرة. متجرة يعني بجزء من راس المال، المخاطر بياخد راس المال كله بيشتغل بيه، ده المخاطر. نعم. كمان الفترة الزمنية اللي بنشتغل بيها بتكون أقل، زي ما اتفقنا احنا بنقعد في الاتجاه الصاعد بنقعد بالشهور، لكن في الاتجاه الهابط نقدر نقول بالظبط على دي كده الاي جي اكس 30 بالظبط. الاي جي اكس 30 لما نيجي نبص عليه زي ما حضرتك شايفه في المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي، احنا في علامات ايجابيه موجوده. صحيح. احنا كل ما لو نلاحظ مع بعض عاملين هنا قاع، بعد كده عملنا قاع اقل، بعد ما عملنا قمه اعلى. قمه اعلى بالظبط يا فندم عند حته ال 30700. هتلاحظي معايا ان ال 30 المقاومات المهمه حاطين عليها او حاطينها باللون الازرق. دي المقاومات المهمه. نفس الحكايه تحت خالص، الدعوم المهمه حاطينها باللون الازرق. احنا هنا بنتكلم عن ال 21600 كمنطقه مقاومه، كمنطقه دعم مهمه، وكمنطقه مقاومه مهمه ال 30700. ايه اهميه الارقام دي؟ طبعا في النص في دعوم ومقاومات شغالين عليها. في الارتداد اللي احنا شغالين عليها حاليا على الشورت تيرم، احنا عندنا ال 26000،
عندنا 26940 هي قمه عملناها قبل كده وهبطنا من عندها. فبالتالي بتكون منطقه مقاومه طبيعيه، ان احنا نخترقها لفوق دي بتكون علامه ايجابيه. صحيح. لكن علامه ايجابيه تحت بند مظله التصحيح بس بموجه اعلى او صحيح. تصحيحه قويه لفوق، يعني صعود قوي. المضارب ممكن نشتغل وممكن نشوف ارباح كويسه جدا في الفتره دي. هي اي نعم فتره تصحيح بس بنستغلها. طيب استمرنا في الصعود، عندنا 27800 ودي مقاومه عاديه، لكن المقاومه الاساسيه بتاعتنا 30700. صحيح. ال 30700 ليه بقى دي مقاومه مهمه؟ دي محور الاتجاه الهابط، القمه صحيح عدى بيها المؤشر. صحيح بالظبط يا فندم، قمه قبل كده، لكن اختراق ال 30700 كمنطقه مقاومه ده بيغير. طبعا عشان نوضح الفكره في نقطه مهمه جدا، طول ما الاي جي اكس 30 بشكل عام تحت ال 30700 تفضل تحت عندنا ال 21600 دي عادي جدا، الاي جي اكس 30 يوصل لها والسوق ممكن يوصل لها في اي لحظه. امتى ال 21600 دي احتماليه ان احنا نوصل لها بتضعف جدا؟ لما نخترق لاعلى ال 30700. المسافات بعيده اللي انا بتكلم عليها مش قريبه. صحيح. يعني نقدر نقول احنا الاي جي اكس 30 احنا قافلين دلوقتي عند منطقه ال 26000، لكن نقدر نقول برضه ال 30700 بنتكلم تقريبا عن 4000 نقطه تقريبا 4000 نقطه. طيب ال 30700 اختراقنا ليها بخلاص بنمسح خالص منطقه ال 21600 دي، بتبقى مش موجوده واحتماليه ان احنا نوصل لها تاني بتكون ضعيفه. الاحتمال الجديد، الاحتمال الجديد اللي هيحصل طالما لغينا الدعم تحت عند ال 21600، الاحتمال الجديد بقى ان احنا نستمر في الصعود لحد منطقه ال 33600 والمنطقه القمه التاريخيه بتاعتنا عند ال 34500. لا عشان برضه نرجع تاني على المدى القصير، احنا في حاله ايجابيه على الشورت تيرم، بنشوف ارتداده نديها حقها، ان احنا بنشوف صعود تصحيحي الى ان يثبت العكس. امتى يثبت العكس؟ مع اختراقنا لل 30700 اللي باللون الازرق. ما اخترقناهاش او كل ده ممكن تكون فتره تصحيح، ممكن تكون فتره صحيح. تصحيح، لكن ما قبل ذلك يظل ال 21600 في مرمى نيران القوى البيعيه، وممكن جدا ان هي تصيبها في اي وقت. ال 21600 دي منطقة ال 21600 دي المنطقة اللي احنا بنتوقع. صحيح. ان الاي جي اكس 30 لو وصل لها فعلا هنشوف طلعة من عندها، نقدر نقول طلعة مش تصحيحة. خلينا ننتقل لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة برضو، تحليل حضرتك للأداء سريعا لمؤشر الشركات. طيب بالنسبة للاي جي اكس 70 برضو نفس الفكرة، هنلاحظ معانا ان احنا في صورة عامة هابطة زي ما احنا شايفين في اتجاه هابط، لكن خلينا نقول في الوضع الحالي. في الوضع الحالي احنا شفنا ارتدادة قوية من منطقة ال 5390، نلاحظ ان زي ما احنا شايفين الاي جي اكس 70 بيعمل قاع اقل من القاع اللي قبله، لكن تعالوا بص من تحت على المؤشر الفني او المؤشرات الفنية بتعمل قاع متساوي، او نقدر نقول فيها عمل بوزيتيف دايفرجنس، يعني المؤشرات الفنيه إيجابي. المؤشرات الفنيه مش موافقه على القاع اقل من قاع او على استمرار الهبوط. ده معناه ايه عشان نحطه في حجمه الطبيعي؟ ان احنا ممكن نشوف ارتداده لفوق تصحيحيه برضو. التصحيحيه دي عندنا فيها مناطق مقاومات ال 5880، نركز مع بعض على ال 5880. هنلاقي خلال الفتره اللي فاتت او خلال الشهر اللي فات، هنقول الشهر تقريبا نقول شهر احنا على اليومي، يعني نقدر نقول الاسبوعين او الفتره الثلاث اسابيع اللي فاتوا، هنلاقي ال 5800 كمنطقه مقاومه في الاي جي اكس 70 كانت منطقه مقاومه قويه جدا. حاولت القوى الشرائيه ترتد اليها ما قدرتش، شفنا منها هبوط، رجعنا لها تاني هي ال 5880. ايه اللي حصل؟ شفنا من عندها هبوط اللي ودانا عند ال 5390. صحيح. يبقى اصبحت ال 5880 كمنطقه مقاومه على المدى القصير مهمه جدا بالنسبه للمستثمر قصير المدى. الفكره الكبيرة نظل منتظرين أو تظل منطقة الـ 5000 55 إلى 4800 45 اللي احنا بنتكلم عليها في المنطقة دي، دي منطقة تعتبر تفضل في مرمى نيران القوى البيعية، ممكن توصل لها القوى البيعية في أي وقت طالما ان الاي جي اكس 70 اسفل المنطقه المقاومه بتاعته عند ال 6915. برضه زي ما احنا شايفين لو اخترقنا المنطقه دي هتكون المنطقه اللي بعدها منطقه ال 7900 7700، دي هتكون منطقه اللي بنستهدفها، او نقدر نقول بشكل تاني نمسح الدعوم دي خلاص مش هنوصل لها لو اخترقنا فوق المنطقه بتاعتنا عند ال 6915. ده اللي احنا عايزين نوصل له. هنتكلم مع حضرتك استاذ عبد الله، يعني لو هنتحدث فنيا، ما الاقوى اي جي اكس 30 ولا اي جي اكس 70 فنيا؟ هو فنيا بالنسبه في الوقت الحالي شايفين الاي جي اكس 70 في فرص اكبر. ليه في فرص اكبر؟
هنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. بعض الأسهم وصلت لمناطق دعوم مدى متوسط. يعني إيه دعوم مدى متوسط؟ شايف حضرتك الأرقام اللي إحنا بنتكلم عليها دي والسوق يطلع منها، هي تقريبا وصلت لنفس الأرقام دي بالنسبة لها، لكن المؤشر بتاعها لسه ما وصلش. ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا ممكن نشوف، ممكن الـ EGX 70 ممكن يشوف فيه انخفاض، أو ممكن نشوف فيه الإيجيكس 70 ده ممكن يشوف فيه انخفاض. لكن أسهم كتيرة في الإيجيكس 70 وصلت بالفعل لمناطق الشراء بتاعتها، وتعتبر في الحالة دي المؤشر لسه ما دخلش مناطق الشراء. الوضع بيكون عامل إزاي؟ أشتري والمؤشر لسه، المؤشر هو السيت اب بتاعي، هو الأساس بتاعي. طالما المؤشر ما دخلش مناطق الشراء، يبقى السهم الأسهم اللي تحتيه عندها حل من اتنين، يا إما تمشي في مناطق الشراء بتاعتها في اتجاه عادي عقبال ما الـ EGX 70 مؤشرها يوصل لمناطق الشراء، وبيكون هنا بيكون اكتمل العدد، وساعتها الاثنين بيوافقوا بعض، ساعتها نتكلم على الـ EGX 70 ان هو في مناطق الشراء بتاعته. لكن صحيح. نقدر نقول انهي افضل، نقدر نقول يعني في تقارب، لكن الافضل تقارب. الإيجيكس 70 في اسهم، بما انه طبعا في 70 سهم، ف 70 سهم اسهم عدد الاسهم اللي وصلت لمناطق شراء موجوده. بالمناسبه برضو في الإيجيكس 70 في اسهم دخلت وصلت لمناطق دعوم مدى متوسط، هنتكلم عليهم النهارده ان شاء الله، او هنتكلم على واحد منهم النهارده ان شاء الله. لكن نقدر نقول بشكل عام ان المناطق الشراء دي نفس الفكره، ممكن جدا مستثمر المتوسط المدى الشراء بتاعه بيختلف تماما عن الشراء بتاع صحيح. المضارب او مدى قصير. المستثمر قصير الميديم تيرم او المدى المتوسط صحيح. ما بيشتريش والسوق طالع. يعني النهارده او نقدر نقول يوم الخميس السوق كان طالع، هو ما بيشتريش، هو بيستنى السوق ينخفض ويشكون في ضربات قويه في السوق، هو يدخل يشتري في المناطق دي لانه بياخد الكميه اللي هو عايزها وبالاسعار اللي هو عايزها. صحيح. خلينا ننتقل مع حضرتك الآن لأسواق المال الإماراتية، نبدأ من مؤشر أبوظبي. ما تحليل حضرتك أو تقييمك للأداء، ولو تستعرض لنا نقاط الدعم أيضا والمقاومة، ويعني فيما بعد نصائح للمستثمرين على اللونج ترم؟ تمام. طبعا هو الرسمة بتاعت أبوظبي كبيرة جدا، حاولنا نكبرها شوية بس عشان نوضح الصورة الكبيرة. عايزين نوضح الصورة الكبيرة فين؟ الصورة الكبيرة الدعم بتاعنا 9150، الدعم آسف المقاومة بتاعتنا 9150، واللي بعدها 9220. إيه قصتهم مع مؤشر إيجيكس؟ مؤشر أبوظبي، مؤشر أبوظبي لو نلاحظ المنطقة دي المظللة زي ما احنا شايفين، المنطقة اللي احنا مظللينها دي لو نتابعها مع بعض هنلاقي ان المؤشر ابو ظبي دايما بيحترمها، وهو طالع احترامها وشاف من عندها تصحيح لتحت، اخترقها لفوق وعمل موجة صعود، ولما نزل عمل ايه؟ احترامها. طيب بعد كده ارتد منها مره تانية. انا بحكي كل القصه دي ليه؟ عشان اوصل للحته دي في الاخر. عشان نوصل لنا اخر شهرين بالظبط. بعد كده احترامها مره تانية. الخلاصه اللي احنا عايزين نوصل لها ان المنطقه دي مؤشر ابو ظبي لما بيكون فوقيها بيحترمها دايما، لكن لما بيكون تحتها برضه بيحترمها. لكن الفرق ما بين الاثنين احترامه ليها وهو فوقيها، ده معنى كده ان هي بالنسبه له منطقه دعم، بيرتد من عندها. لكن لما بنكون تحتها زي ما هو الوضع حاليا، ده معنى كده ان هي منطقه مقاومه. وشفنا خلال الأيام اللي فاتت محاولة ارتداد للقوى الشرائية تدخل بيها للمنطقة 9150 الممتدة معانا لحد 9220، لكن القوى الشرائية ما قدرتش تحافظ على الصعود بالظبط، وشفنا منها انخفاض. الوضع الحالي في مؤشر أبو ظبي، احنا وصلنا لمنطقة دعم 8730، دي منطقة دعم. الدعوم في الاتجاه الهابط، الدعوم في الاتجاه الهابط بتتكسر عادي جدا، المسيطره القوى الشرائيه، يعني نقدر نقول كسر الدعوم في الاتجاهات الهابطه بتتكسر بقوه، يعني ممكن يتكسر الدعم ورا الثاني ورا الثالث عادي جدا، عكس الاتجاه الصاعد الدعوم اقل دعم حتى لو دعم فرعي، الاسعار القوى الشرائيه ممكن تدخل من عنده. مظبوط بالظبط. فعشان كده احنا حاليا مؤشر ابو ظبي في الحاله السلبيه، عشان نكون واضحين، المؤشر ابو ظبي في الحاله السلبيه طالما انه تحت منطقه المقاومه حاليا 9150 9220 اللي قدامنا. نصح حضرتك بقى للمستثمرين الفتره القادمه؟ طبعا عشان نوضح الفكره بشكل عام، ده في الموقف اللي زي كده لكل المستثمرين، نقدر نقول سواء في السوق المصري او في السوق الاماراتي او في اي سوق، طالما انه دخلنا في اتجاه هابط وشايفين ضعف في حركه المؤشرات او حركه الاسعار الاسهم، على طول بنخفض وتيره الشراء بتاعتنا. يعني ايه بنخفض وتيره الشراء؟ يعني الاول زي ما اتفقنا كنت بشتري بمارجن، دلوقتي ما اشتريش وما اشتريش بمارجن خالص. بالكتير لو انا مجازف اشتغل براس المال، لو انا مجازف، لكن الصحيح
ان انا اشتغل بجزء من راس المال، بستغل ايه بجزء من راس المال ده؟ بستغل الارتدادات اللي بتحصل، زي الارتدادة اللي حصلت ان احنا اختبرنا فيها ال 9150. ليه بعد كده لما البياع ما كملش طلعه بسيطه ورجعنا تاني كملنا؟ طيب احنا عند منطقه دعم دلوقتي، هل ابيع؟ لا خلاص احنا عند منطقه دعم، يعني هي بناخد الفكره وبنطبقها. طالما انا عند منطقه دعم فعلا، عند 8730 ما بيعش بقى عند الدعم. ده بالنسبه لحمله الاسهم. بالنسبه لحمله الاسهم انا معايا الاسهم دلوقتي صحيح. استنى لحد ما اشوف، والله لو كسرت الدعم 8730 خلاص بنبص على الدعم اللي بعده ال 8950، يمكن مؤشر ابو ظبي يطلع من عنده يمكن، او لو كسروا عندنا 8890 برضه يمكن. ليه بقول يمكن كده؟ لانه ممكن جدا ما يشتغلش معاه، احنا حطينا كمنطقه دعم زي ما حطينا 8730 عطلت الهبوط. لكن مش معنى كده ان احنا نشوف من عندها صعود او نقلب الاتجاه الهابط القوي اللي احنا شايفينه على المدى المتوسط وعلى المدى القصير. خلينا ننتقل مع حضرتك الان لمؤشر سوق دبي المالي بعد ابو ظبي، او بعد تحليل حضرتك لاداء ابو ظبي، ما تحليل حضرتك للمؤشر؟ هو مؤشر دبي من الاسهم والمؤشرات على فكره اللي احنا كنا بنتبنى فيها الايجابيه حتى اخر مداخله دخلناها مع بعض، وكنا نوهنا نخلي بالنا من المنطقه، من مؤشر ابو ظبي، من مؤشر دبي. مؤشر دبي بدا يظهر عليه علامات ضعف، علامات ضعف احنا بمعنى نلاحظ مع بعض ان مؤشر ابو ظبي الخط الاذى اللي ماشي بالعرض ده، نلاحظ هنا كان منطقه مقاومه، ولما ارتدينا واحنا للدعم وبعد كده ارتدينا لفوق واخترقناها. بعد ما اخترقناها لمسنا نفس الخط، خط صحيح. هو صحيح. وبعد كده ارتدينا لفوق. ايه اللي حصل في النهايه؟ طبعا عودة مرة أخرى بس للأسف بقى ارتدينا من عنده مرة، لكن رجعنا كسرناه مرة تانية في اليومين الأخرانيين. طيب الوضع الحالي لمؤشر دبي، الوضع الحالي لمؤشر دبي خطر. يعني ايه؟ خلاص عمل حاجه سلبيه، هو بالفعل عمل حاجه سلبيه فعلا. عنده خط دفاع اخير للقوى الشرائيه، لو القوى البيعيه تغلبت على القوى الشرائيه في خط الدفاع الاخير ليها اصبحت المجال مفتوح تحت. هنتكلم مثلا على المنطقه من ال 4050 لحد ال 4020، المنطقه دي منطقه دعم. نرجع نبص ايه اللي حصل في المنطقه دي وليه خدناها كمنطقه دعم. هنلاقي دايما المنطقه دي لما اخترقها مؤشر دبي اشتغلت معاه كمنطقه دعم، وصلنا لها مره اتنين تلاته وارتدينا من عندها في كل مره. صحيح. لما هبطنا من عندها شفنا ايه اللي حصل، حصل هبوط قوي جدا في بعد ما كسرناها لتحت، لفت الايام وعدنا. ايه المقاومه بتاعتنا؟ نفس المنطقه هي لما اخترقناها لفوق برضه بقت دعم بتاعنا. كل ده عايزين نوضح ايه؟ عايزين نوضح الفكره الاساسيه اللي احنا عايزين نقولها، اخر خط دفاع بالنسبه لمؤشر دبي ل 4050 4020. لو مؤشر دبي القوى الشرائيه ما قدرتش تحافظ على اخر خط دفاع ليها ومؤشر دبي نزل تحت المنطقه دي، اللي هيحصل كالآتي، تبقى منطقة مقاومة زي المنطقة دي، وزي ما نقدر نقول زي المنطقة دي مثلا على سبيل المثال كانت منطقة مقاومة بالنسبة لها لما كنا طالعين من هنا. صحيح. فبتعتبر بالنسبة لنا آخر خط دفاع بالنسبة لمؤشر دبي، يعني لحد دلوقتي احنا 50. خلاص رفعنا غاية السلبية. صحيح. ده حقيقي. على ذكر أسواق الإمارات، ما تحليل حضرتك الفني للنفط؟ لأين يتجه سعر البرميل خاصة بعد أسعاره اليوم الجمعة؟ وهو البترول لما نيجي نبص عليه هنلاقي إن هو عموما هو في مناطق إيجابية بالنسبة له، لكن ماشي فيها بحركة عرضية. طيب خلينا نقول المنطقة العرضية اللي احنا شايفينها هنا، اللي شايفينها هنا دي مكونة نموذج يمكن يكون مثلث متماثل احتمال، لكن خلينا نقول يعني إيه مثلث متماثل؟ مثلث متماثل ده معناه إن في توازن ما بين القوى الشرائية والقوى البيعية، مفيش سيطرة لحد فيهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البياع لما بيوصل لمنطقه مقاومه والاسعار بتنزل، لكن البياع ما بيقدرش ان هو ياخد قيعان جديده تحت، فايه اللي بيحصل؟ بتدخل القوى الشرائيه. بس القوى الشرائيه نفس الفكره، لما بتطلع فوق ما بتجيبش قمم جديده، برضه بتجيب قمه اقل وبتدخل القوى البيعيه. في تساوي في الوقت الحالي. بنميل لايه؟ بنميل ان المنطقه دي هي منطقه دعوم بالنسبه لها، او بالنسبه لحركه الاسعار النفط. فبالتالي خلينا نتابع بالاخص المنطقه دي، او نقدر نقول المقاومه بتاعته 89 دولار 60. نعم. اختراقها لفوق نكمل مع بعض لل 104.55، نقدر نقول ان دي مستهدفات صعود، نقدر نقول مستهدفات صعود. لو حصل والاسعار هبطت بالفعل للمنطقه دي، متوقع الاسعار تعمل قاع اعلى من قاع زي ما حصل في المناطق اللي قبل كده، عملنا قاع في المنطقه دي لما هبطنا عملنا قاع اعلى.
ولما لو هبطنا مره ثالثه، ده لسه ما حصلش، بس لو حصل وهبطنا مره ثانيه للمنطقه دي متوقع برضه نعمل قاع اعلى. يعني نقدر نقول زي ما اتفقنا في توازن في ما بين القوى الشرائيه والقوى البيعيه في الوقت الحالي، بنميل للايجابيه. صحيح. طب قبل ان ننتقل لسهم الاسبوع، معانا النهارده عاوزين تحليل حضرتك الفني لمؤشر الذهب. مؤشر الذهب لما نيجي نتكلم على الذهب عموما، هو الذهب عموما اخذ اتجاه صاعد واخذ اكتسب ايجابيه بعد ما تخطى منطقه ال 2075. ال 2075 كمنطقه يعني نقدر نقول طبعا كنا حاطين عليها التواريخ قبل كده، نقدر نقول على مدار سنوات الاسعار الذهب بتيجي دايما عند ال 2075 ما بتقدرش تتخطاها. صحيح. ايه اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت؟ تخطيناها لفوق. اول ما تخطيناها شفنا موجه صعود عموديه كانت متوقعه بالمناسبه، وقلنا ان احنا عندنا مناطق متوقع توصل لها، كان منهم ال 2360 كمنطقه مقاومه. يعني احنا حاطين ال 2360 دي من قبل الاسعار ما توصل لها اصلا، هو بالفعل الاسعار وصلت لل 2360 وكمنطقه مقاومه اشتغلت مع الاسعار بشكل فعال، او نقدر نقول عطلت حركه الاسعار عن الصعود. ما هو برضه ما فيش ايجابيه الى الابد، يعني نقدر نقول دي برضه فكره ندخلها في الموضوع، اللي ما فيش دايما صعود مباشر على طول على طول على طول. طبعا مستحيل. طيب حضرتك تنصح شراء الذهب الفتره المقبله ام ماذا؟ في التصحيحات دلوقتي احنا عندنا، خلينا نقول او اقرب منطقه دعم بالنسبه لنا عند منطقه ال 2277، دي اول منطقه دعم. نلاحظ بعد ما وصلنا لمنطقه المقاومه ال 2360 شفنا تصحيحه لتحت، تصحيحه لتحت كانت تصحيحه، وبعد كده التصحيحه دي بقت عند كام؟ عند 2277. طول ما الاسعار الذهب محافظه على 2277 اقدر اشتري دلوقتي، نقدر نشتري دلوقتي، بس نخلي للشورت تيرم وقف الخسائر بتاعه 2077. لكن بالنسبه للميديم تيرم او اللي بيجمع في الذهب عموما، هو في حاله ايجابيه، اي انخفاض بيعتبر بالنسبه له بيعتبر شراء، يفضل استغلال الانخفاضات للشراء. هنرجع مع حضرتك مرة أخرى علشان نتكلم عن سهم الأسبوع معنا في حلقتنا النهاردة. مشاهدينا هنروح لفاصل قصير ونعود مرة أخرى مع ضيف العزيز لتحليل سهم الأسبوع. عدنا لكم من جديد مشاهدينا وأرقام وأسواق مع ضيف العزيز الأستاذ عبدالله فراج، من أجل إلقاء الضوء على سهم الأسبوع. واختيارنا هذا الأسبوع وقع على سهمين الحقيقة، هما شركة بيلتون المدرجة في بورصة مصر وشركة أعمار المدرجة في بورصة دبي. خلينا نبدأ مع نأكد بس قبل ما نبدأ نأكد على إعمار، دي بورصة دبي مش إعمار مصر. ايوه اعمار دبي، عشان اعمار أنا مصر وضع انا قلت دبي. شركه أيوة اعمار المدرجه في بورصه دبي، عشان لو حعدت على حد من غير ما ياخد باله، بس بناكد عليها عشان تكون ما فيش مجال للخبطه يعني. قمتي بالواجب والزياده. اتفضل. طيب خلينا نبدا الاول من سهم بيلتون. لماذا اخترته في البدايه استاذ عبد الله سهما لهذا الاسبوع؟ يعني ما هو اللافت في اداء السهم؟ يعني حضرتك تشرح لنا اداء السهم. كنا بنتكلم مع بعض لما كنا بنتكلم على مؤشر الاي جي اكس 30، كنا قلنا ان في بعض الاسهم وصلت لمناطق دعوم للميديم تيرم او للمدى المتوسط، ودي بتعتبر علامه ايجابيه، وقلنا ايه اللي هيحصل طالما الاي جي اكس 30 ممكن يكمل نزول. من الاسهم دي سهم بيلتون. سهم بيلتون لما نيجي نبص عليه هنلاقي نفس الفكره، دي منطقه دعم ما اختبرهاش كتير، هو اختبرها مره قبل كده وتد من عندها بقوه، اللي هي المنطقه اللي بنتكلم عليها، المنطقه من 2 جنيه 55 2 جنيه 38، المنطقه دي منطقه دعم بالنسبه له، وصل لها قبل كده وارتد بقوه من عندها، وكمان وصل لها مره ثانيه او قرب منها وارتد منها وبقوه. لفت الايام ورجعنا مره ثانيه لنفس المنطقه، لمسنا او دخلنا منطقه دعم للميديم تيرم عند ال 2 جنيه 55. فعشان كده اخترناها كسهم اسبوع. ليه؟ لان مبدئيا
عندنا انحراف او نقدر نقول المنطقه اللي احنا شايفينها حاليا في الوقت الحالي، الاسعار عملت قاع اقل من القاع اللي قبله، القاع السابق بالظبط. نعم. لكن ممكن نبص على المؤشرات الفنيه مش موافقه على الكلام ده، لا بتقول انا بعمل قاع اعلى من قاع، يعني ماشي عكس الاسعار. فبالتالي دي معناها ان احنا ممكن نشوف ارتداده لاعلى ان شاء الله باذن الله تستمر معانا الاسبوع اللي جاي. طيب مناطق المقاومات بتاعتنا فين؟ طبعا على الميديم تيرم او للمستثمر المتوسط المدى الانخفاض فيها، طبعا احنا نقدر نقول المؤشر بتاعها مؤشر الايجيكس 30 ممكن البياع لسه مسيطر لحد دلوقتي. معنى كده ان البياع ممكن يدخل وساعتها الاسعار بالتوم ممكن تنزل. في النزول ده هيكون فرصه لمين؟ للمستثمر المتوسط المدى انه يشتري لحد 2.38 جنيه. المنطقه دي بالنسبه له منطقه دعم، يشتري وهيلاقي كميات كبيره جدا ياخدها، لان ساعتها لو حصل والقوه البيعيه دخلت هيكون عنده القدره ان هو يقدر ياخد الكميات اللي هو عايزها. صحيح. طيب نتكلم عن الحاله الايجابيه خلال الاسبوع اللي جاي او خلال الفتره اللي جايه، نقدر نقول اسبوعين كمان، هيكون عندنا ال 2.95 جنيه. المنطقه دي كمنطقه مقاومه الاسعار وصلت لها. نبص مع بعض هنلاقي ان احنا مره او جلسه واثنين وثلاثه عده جلسات بنحاول نخترقها لكن مش قادرين. ده معناه ايه؟ ده معناه ان دي منطقه مقاومه قويه على حركه الاسعار، المشتري مش قادر يتخطاها. فبالتالي الاسعار لو وصلت للمنطقه دي، دي منطقه مقاومه اخترقناها لفوق، نروح نزور بقى منطقة تعتبر برضو مهمة جدا في تاريخ حركة الأسعار زي منطقة 3.25 جنيه. المنطقة دي 3.25 جنيه 3.20 جنيه دي منطقة دعم، كانت زمان منطقة دعم. دعم زي ما احنا شايفين الأسعار لمستها مرة واثنين وثلاثة، فالرابعة ما قدرتش وكسرتها لتحت. أول ما كسرتها لتحت إيه اللي حصل؟ هبوط قوي جدا للأسعار. ما هو المشتري اللي كان بيشيل الأسعار أو كان بيدخل لما الأسعار توصل عند 3.20 جنيه 3.25 جنيه ما بقاش موجود، بقى ضعيف. ده معناه إيه؟ إن المجال مفتوح قدام البياع. خلى الاسعار توصل من 3.25 جنيه لحد ال 2.55 جنيه بقوه. فعشان كده بنقول المنطقه دي لما بنعود اليها مره تانية بعد ما كانت دعم قوي بقت مقاومه قويه، ال 2 جنيه 3.25 جنيه. تخطيناها لفوق نبدا طبعا على الميديم تيرم بقى، ده كلام تاني، لكن حاليا على الشورت تيرم احنا متوقعين ان البسام بلتون يشوف حركه صعود ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. خليني طيب انتقل مع حضرتك للسهم الاخر، سهم اعمار المدرج في بورصه ابو ظبي تحديدا. ما رأيك حضرتك لاداء السهم؟ بورصه دبي. طيب لما نيجي نتكلم على بورصه على سهم اعمار، نفس الفكره، فاكر لسه بنتكلم على بلتون لما كسرت منطقه دعم، دعم بنبص على الدعم بتاعنا 2.75 جنيه 7.57 جنيه. سهم اعمار 7 جنيه 57 7 درهم 57 نقدر نقول الاسعار بتحافظ على منطقه الدعم دي، وصلت لها مره واثنين وثلاثه واربعه، دلوقتي رقم خمسه. ايه اللي هيحصل؟ منطقة دعم إلى الآن إلى اللحظة، في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي منطقة دعم، ما اقدرش أبدا أقول هيكسرها. المؤشر بتاعها مؤشر دبي سلبي أو ممكن يشوف هبوط، لكن برضه ما اقدرش آخد خطوة استباقية، لأن دي منطقة مش دي المناطق اللي آخد عليها خطوة استباقية وأبيع على أساس إن هو هيكسرها. ممكن يكسرها، لو كسرها هيكون عندي الدعم بتاعي عند 7.40 جنيه منطقة دعم، وبعد الدعم اللي بعده عند 7.18 جنيه يمكن الأسعار ترتد من هناك، ولو ارتدت من هناك تروح تزور ساعتها هتبقى تحول من منطقة دعم لمنطقة مقاومة. طب أنا نصيحة حضرتك بقى للمستثمرين يعني الجدد اللي يعني يرغبوا في الشراء في هذا السهم أو حتى حملة السهم نفسه. حملة السهم نفسهم هنقولها بشكل واضح، احتفاظ طالما اعلى لل 7 جنيه 7 درهم 57، طالما اعلى 7 درهم 57 احتفاظ. ما اقدرش ابدا اقول للمستثمر بيع هنا ويحصل زي ما حصل في المناطق دي والاسعار ارتدت وبقوه. فبالتالي لحد دلوقتي بالورقه وبالقلم احتفاظ، لكن نقدر نقول لو حصل والاسعار كسرتها لتحت ساعتها لابد من تخفيض المراكز. ما فضلتش شايل الاسعار، شايل اسهم والاسعار متوقع لها تنزل اكتر ما متوقع لها تطلع، فهتكون صعبه بالنسبه لنا. لكن للمضارب يقدر يشتغل مثلا عند منطقه 7 درهم 18، دي متوقع يشوف منها ارتداد لفوق ترجعه تاني لل 7 جنيه لل 7 درهم 57. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تحليلك الكافي والوافي الحقيقه، نورتنا في حلقتنا النهارده في ارقام واسواق. بشكر بالطبع الاستاذ عبد الله فراج رئيس قسم التحليل الفني في شركه تايكون لتداول الاوراق الماليه على حضوره وتشريفه لنا النهارده في هذه الحلقه. وختاما مشاهدينا انتهت جولتنا اليوم في عالم المال والاعمال، نشكركم لطيب المتابعه واللقاء جديد الاسبوع المقبل. تحيه لكم رنا العويضه.